في هذه اللحظة ونحن نتحدث يعاني أكثر من 3000 سجين سياسي على سبيل المثال في سجن جو من تردي الأوضاع في داخل إدارة السجن على سبيل المثال، من موضوع الحرمان من العلاج، 184 حالة حرمان من العلاج من شدة يعني ارتكاب السلطة لعدد من التجاوزات، أصبحت لديها سمعة خاصة في التعذيب بالصعق الكهربائي في الوقت الذي تمنع فيه المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين. سجون البحرين هي مقابر للأحياء، تنتج مشاريع ضحايا على المدى البعيد. يعني لماذا يضطر بعض السجناء اليوم من أن يقتلعوا أسنانهم في داخل السجن بطريقة بدائية وبمساعدة زملائهم، سوى أن إدارة السجن تتعمد حرمانهم من العلاج وتتعسف في هذا الموضوع؟ والأنكى من ذلك أنها أنشأت بعض المؤسسات مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتزوير الواقع الحقوقي ولإنكار الانتهاكات.